السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عمامي وقرايبي أشعيطات، الله يجزاكم الخير وعلى الجهود اللي قاعد تسوونها. أني محمد الحسن القدني، الملقب القدني، أفوض من عمام أشعيطات، من أبو حمام ومن تشكية ومن قرانيج. عند العقارات مرهونة وليست مبيوعة مثل ما يشاع، ما عدا عقار الخبصوني. العقارات الموجودة بأبو حمام، والعقارات الموجودة بالكشكية، والعقارات الموجودة قرانيج، والعقارات الموجودة بهجين، هاي كلها تحت تصرف، تكونون لجنة وتصير تحت تصرفهم ويهيكلونها ويرجعون للناس اللي هي على رأس المال. هاي نقطة. عجزاني ما عندي، يعني عندي بشهر 8 مسدد منه 2 وباقي 3. هذا مشان الصورة تكون واضحة، يعني الشهور هذيش كلها مسكرها المربح مع رأس المال. الناس اللي ضغطت علينا وصارت الأمور وصار اللي صار، بالنسبة لي أرجع أقول لكم قسم بالله العظيم، ثم قسم بالله العظيم، ثم قسم بالله العظيم، إني ما طلعت بكيفي، طلعت قصبا. يعني ما لنا شغل بالتفاصيل، إحنا اليوم يهمنا وضع قرايبنا. اللجنة تتكون من 3 قرى. اللجنة هاي بما تخلي مخافة الله بين عيونها، إحنا قلطانين ما في شك. تهيكل مثل اليوم أبو حمام، أفخاذ أبو حمام، من اللي هم دين معاي، يهيكلونهم موضوعهم وتسكر يتسكر، وليظل يظل برقبتي برقبتي. أنا مسؤول عنه إلى يوم الدين، أنا ما أريد من حدا غير الناس تصبر علي وتطول بالها علي، تأرجع هيكل أموري، أعيد نشاط عملي، أشوف شلون طريقة أقدر أرجع لكم حقوقكم. ال10 أيام الأخيرة كل اللي كانوا موجودين الله يجزاهم بالخير، حتى النوم ما يخلونا ننام. يعني اليوم حتى إذا تريد تشتغل، تريد تبيع، ما أقدر تبيع. البضاعة اللي انشالت من المحلات، يعني حسب تقديري جوز فوق 1 مليون، 1 مليون وشوية قيمتها، من عدا اللي انشال من البيوت. بقر بي معبي الزبية، كان بي غنم، بي حلال، بي أمور، بي انشالت. يعني اليوم إذا نقيم انشال، يجوز انشال قيمته فوق 3 مليون دولار كقيمة، بي حديد، بي أمور. بالنسبة لموضوع المول، كان بي فوق 60-70 طن حديد موجود تحت. النجارين كان أبو علي مستلمهم واصلاتهم دفعات كثيرة، يظل تصفية حساب على موجب العمل الموجود. ما علينا بهال كل الأمور، المهم ألا طلبوا من الوجهاء ومن قرايبي ومن عمامي ومن الشيخ إبراهيم اللي اجتمعوا عند الله يجزاهم بالخير، وأنا متابع كل شيء. ما عندي أي مشكلة بالموضوع، الحلال كل العمامي، كل القرايبي. أنا رجال أخذ الدين، وكان ببالي أني أفيد الناس، اشتغلت من 2017 وفعليا فدت الناس، وناس استفادت كثير ويعرفون حالهم، ما اذكر اسمائهم. استفادة نقدم لي قدام، يجينا المول، المول حق القاع واصله تمام. بي حديد حد علمي فوق 60 طن، 65 طن، 70 طن، الله اعلم. واسمنت هذا مثل ما اقول زاد النجار اشتغلوا، والفتره التاليه قصرنا عليهم بالدفعات. نجي بعد منها نعدي خالد بن الوليد على اليسار، مغابير صيدلية محمود، المجمع هذا كامل، هذا كله مشتري أولاني من عمان الله يرحمه، وداقشته بأرض ونطيته بكاش بكاش. بعد منه مباشرة بعد غدير بمحل له مدخلين، هذا برضو أني مشتري. نعدي على نزل الرزق من عند مطعم ترك الحمادة على اليسار، بقطعتين أرض، قطعة مبنية على الشناج والعمدان بها دانا مقاع، وقطعة جاي منها بعد جاي من بيت أحمد الحماد، وأصلها مملوكة كانت لمحمد الحماد الرز، مشترينها منهم.